على الله، هالعيال ما يستحون. احسن واحد فيهم بدر. ربنا يخليه لك يا بابا جدو. الباقي ما فيهم خير. يا خساره على الرجاله، خليهم يولولون يولولون. شو يولولون؟ يقولون خليهم يولون. مش مهم، خليهم يغوروا. عشان يغوروا؟ ما تصدعنيش بقى يا حاج بقى، وسيبني اركز في الحلاقه عشان ما تلخبطش واقص لك ودنك مكان شعرك. ايش فيك انت؟ يو بقى بقول لك ايه، انا مش فضيلك، انا عندي شغل كتير في المحل. اسكت بقى. ايش فيك تصارخ عليا يا جليل الحياه؟ انا ما صرختش عليك يا بابا جدو، انا اقصد الحين اعلمك. يا جاسم يا جاسم، انت هتعمل ايه الحين؟ شوف هلا يا باي، هل حلاقي غلط علي؟ انا اقصد اغلط عليك يا بابا جدو، ده انت فوق راسي. يعني انا كذبت؟ انت تكذب يا بابا جدو؟ ده انت اصدق واحد قابلته في حياتي. الموضوع بس يا استاذ كاظم. لا مو بس اسمي جاسم مو كاظم. ثاني شيء شلون تغلط على ابوي وراسك كذي؟ صدق قاسم احلى جسوم دكت بعد جسوم خوان مرتك برا بعد لهم عيني يلا هني. رح تفاهم وياهم ولا تفشلون قدام الناس، وانت روح وياهم خليك محضر خير. انا مالي اروح وياهم ليه؟ انا جاي احلق واخد فلوسي وامشي. لا تحاتي، فلوسك موجوده. لا لو فلوس موجوده يبقى يلا بينا. يلا يلا تعالوا يلا يلا. انت جاي بهلك يا بيتنا؟ الناس شنو بتقول؟ بلغ نفسك اللي ما ضيتك عن اختك، تبي اكسر لك اياها الحين؟ اقول اخذ الياهال اللي معاك واذلف من هني. الا انت الياهل، ايش حل بودي جارد جايبينه وياكم؟ بودي جارد يا استاذ ياهل، انت فاهم غلط، ما تفهمه كاظم. سكر حالتك، قطع العصايه بايدك وتعال. خد العصايه، انا مش عايزها، انا عايز الفلوس. ما تقول له استاذ كاظم. جاسم كاظم احلى. شباب ضبطوه. طب بقول لكم ايه، قبل ما تظبطوني انا مش ظبط خلقه على فكره، انا كفيل عمو فنطاس. مين عمو فنطاس؟ مش عارفينه؟ يبقى ما تعرفوش. يبقى كل واحد يثبت مكانه بس المره دي بالميه. بص اهو اهو. هاي ده بيضرب في حد يا ابن الذين. هاي يا عمو فنطاس يا ابن الذين. هاي يا عمو فنطاس. هاي يا عمو فنطاس بيضرب تحت الحزام. يا عمو فنطاس انا ما تعرف واحد ذكرني ابن حميدي بتتهدي بيا. تدري عاد زين يسوون فيك طقوك عشان مرة ثانية لا ترز وجهك. أنا وشي كان في مكانه، هم اللي دخلوني معهم في الموضوع. بس أقول لك أحمد ربك إنه ما طقوك. إزاي يعني؟ يعني الحين تقدر تروح الشرطة وتشتكي عليهم وتحصل تعويض. بس أنا اسمح لي أخوي منصور بهالمقاطعة هذه. إيه؟ أنا أختلف معاك بالرأي. ليش؟ ما راح يطلع على تعويض يعني وايد علشان شوية شموخ. أنا عندي فكرة. شو اللي في بالك؟ أنا ببالي إن علشان يطلع له تعويض كبير، مبلغ كبير أوي أوي أوي، نكسر إيده اليسار. حلو، ونكسر ريل اليمين. حلو، وانت انسى المستشفى. يا سلام عليك، وعقب ما تروح المستشفى. مش سامع كويس الحين تسمع؟ اذا رحت المستشفى هناك بيعطونك تقرير طبي. تاخذه وتودي الشرطه، وحزت بيعطونك تعويض كبير اوي اوي اوي. تقدر تسافر بلدك وتعيش. عيش عاد عيش. يكون عندك فيلا وحمام سباحة بيسين.
دراويل دراويلية دراويل بس وين قاعد انت؟ بس في مشكلة عندنا بعد الحين. شنو؟ أنا أقول لكم هذا الأخ مهنته بالإقامة مو حلاق. أخ لا يبا لا، اسمعني حبيبي، كذي الحق بيصير عليك مو معاك، يعني بتروح في 60 داهية بتروح فيها. الحظ النحسي ده، يعني حتى الحلم راح عليا.